يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن يقال إن كلام الله سبحانه صفة ذات وأن الله متصف بها أزلا وكذلك صفة؟ نعم، كل صفة ذات، كل صفة فعل، صفة الذات ما فيها إشكال، لكن صفة الفعل، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات من ناحية، فهي صفة ذات وصفة فعل. نعم.